اليوم هدف من اللقاء يكون مركز على موضوع النازحين والجهود اللي عم تعملها وخطه وزاره الصحه للتعامل مع النازحين. ولكن قبل بلغ عن الحصيله اللي اليوم بوزاره الصحه للاعتداءات اللي حدثت اليوم. حتى الساعه من ساعات الصباح الاولى سقط 51 شهيد و223 جريح، هيدا اليوم بضربات المختلفة اللي كانت بالمعيصرة أو بجون أو ببعلبك الهرمل أو بمناطق الجنوب. الموضوع الأساسي هو نحن ما هي الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة للنازحين وكيف النازحين بيقدروا يوصلوا لهذه الخدمات. بأول شيء بدي ركز أرجع أذكر بالرقم الخط الساخن اللي عم تعمله وزارة الصحة للنازحين واللي هو 1787، رقم 1787. نحن يعني بلش يجينا عليه اتصالات حتى الساعة، نحن اليوم صرنا مستقبلين عليه 372 اتصال وساعدنا كتير بمرضى إن كان مرضى الغسيل الكلى أو مرضى كذلك في حوامل كان لحتى نوجهنهم إلى المستشفيات، وحنعطيكم معلومات أكثر بهذا الموضوع. أول شيء بدي أقول أنه نحن بوزارة الصحة مثل ما عندنا كان غرفة طوارئ الصحة العامة اللي هي عم بتدير غرفة العمليات، عم بتدير موضوع الجرحى ونقل الجرحى، هنالك كذلك خلية أزمة للنازحين نحن كنا خططنا لها من البداية وفعلناها بعد موجة النزوح الواسعة الكبيرة اللي صارت في الأيام الماضية. هيدي هي تعتمد بشكل عام على موضوع برامج الرعاية الأولية. نحن في وزارة الصحة 310 مراكز رعاية صحية أولية وهنالك منسقين على الأرض وهنالك كذلك يعني عيادات نقالة تقريبا كانت في منطقة الجنوب كانوا حوالي 28 أو 29 عيادة، وفي المناطق الأخرى نحن زدنا العيادات النقالة وإن شاء الله في الأيام القليلة حيكون عنا يعني عيادات جديدة عم تبرم على هالمراكز الإيواء. كل مراكز الإيواء اللي هلأ عم تستقبل النازحين نحن عم نربطها بأقرب مركز رعاية صحية أولية موجود جنبها، ونحن في البيان اللي سوف يصدر عن الوزارة عبر الوكالة الوطنية حيكون في هنالك بين جنب كل مركز إيواء ما هو أقرب مركز رعاية صحية أولية ومع رقم الاتصال بضابط الاتصال اللي موجود في ذلك المركز بحال أي حدا من أهلنا من النازحين بده يتواصل دغري مع المسؤول، فهنالك بيقدر يتواصل بالمنطقة اللي هو فيها مع ضابط الاتصال. نحن أصلا هنالك فرق سوف تأتي إلى مراكز الإيواء، نحن ما عم نقول للناس يروحوا على المراكز الرعاية، نحن حنجي لعندهم لحتى كذلك ناخد المعلومات نعبي الاستمارات ونشوف هن شو اللي بيحتاجوا لهم. ولكن كذلك نحن بمراكز الإيواء سوف يتم يعني اللي هو برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة سوف يكون له جولات على مراكز الإيواء. ليش؟ لأنه نحن بنعرف أنه لما بيكون في أعداد كبيرة من النازحين بيكون في اقتضاض، هذا بيفتح المجال أمام لا سمح الله بعض الأمراض. نحن شفنا كيف بغزة كان هنالك مشاكل وكان أول مرة بيشوفوا شلل الأطفال من فترة طويلة، فلذلك نحن بهمنا أنه يكون في جولات من الترصد لا سمح الله أي شيء ممكن يصير نحن نتدخل أو نعطي العلاجات اللازمة. على اللائحة اللي حنصدرها بمراكز الرعاية الأولية اللي حتهتم بالنازحين وأرقام الاتصال بضابط الارتباط اللي هو موجود بهيدي المراكز سوف يتم تحديثها يوميا، ونحن كل يوم حتطلع الليستة محدثة بحسب المراكز اللي يعني عم بتساعد بهيدا الموضوع لحتى نحن نمكن الناس من الاتصال فيها. وبرجع بذكر انه باي امر يتعلق بالنازحين فيهم يتصلوا على 1787، في هنيك يعني كبير عدد كبير من العاملين اللي بياخذوا اتصالاتهم وبيحاولوا يحلوا لهم مشاكلهم. ما هي الاحتياجات وماذا تفعل وزاره الصحه بهذا الموضوع؟ الموضوع الاول هو موضوع المرضى اللي عندهم امراض مزمنه، يعني مثلا هنالك مرضى في عند كانوا بيغسلوا
بمستشفياتهم، إن كان مثلا نزحوا من منطقة النبطية مستشفى النبطية أو بنت جبال أو تبنين أو غيرها من مناطق الجنوب أو من مناطق البقاع. نحن اليوم مثلا وردنا حوالي 11 مريض اتصلوا علينا، هذا غير المرضى اللي إجوا على المستشفيات، مثلا رفيق الحريري إجا استقبل عدد كبير منهم، ونحن كل مرضى اللي بدهم غسيل كلى عم نحاول نأمنهم بالمستشفيات اللي محل مراكز الإيواء تبعولهم أو محل ما هني نزحوا، بحال ما نزحوا لمركز إيواء ممكن يكونوا نزحوا عند قرايبينهم، بس نحن بيتواصلوا معنا لحتى نأمن لهم بأي مستشفى بكفوا يعني غسل الكلى فيها واحتياجاتهم الأخرى. بما يتعلق بمرضى الأمراض السرطانية، هنالك أول شيء المرضى اللي كانوا عم ياخدوا العلاج الشعاعي خاصة بمستشفى النبطية الحكومي، كذلك نحن في عدة برامج أو عدة مستشفيات عم بتتعاون مع وزارة الصحة بهالموضوع، كذلك نحن طلبنا ليستة من مستشفى النبطية عم نتواصل مع المريض، ولكن إذا المريض عنده علاج كذلك في يتواصل معنا ونحن منأمن له ما هو المستشفى اللي بده بحسب منطقة النزوح اللي فيه. مثلا إذا كان في منطقة إقليم الخروب أو منطقة الشوف، نحن في عين وزين هنالك مستشفى عين وزين هنالك مركز للعلاج الشعاعي عم نحولهم لهنيك، وكذلك إذا كان في بيروت في مراكز أخرى وكذا بحسب المنطقة اللي موجود فيها. بحال هو عم بيتابع علاج كيميائي بالسرطان، لأنه في مرضى كانوا بمستشفى تبنين أو بمستشفى النبطية الحكومي، عم نحولهم على مراكزنا بالمستشفيات الحكومية. هنالك عدة مستشفيات حكومية افتتحنا فيها مراكز السرطان وهي عم تستقبل، مثل مثلا بصيدا مستشفى التركي بالإقليم الخروب، نحن عنا مستشفى سبلين في طرابلس، عنا مستشفى أورنج ناسو أو طرابلس، وببيروت عنا المستشفى العبدة الحكومي كذلك.